نص نواصل في استقبال الضيوف نحكيو توا على الشباب الرياضية القيروانية في ظروف صعيبة تعيشها جي اس كا، نقطة وحيدة في أسفل الترتيب بعد 9 جولات، الشيء اللي خلى الهيئة تتحرك من أجل محاولة إنقاذ الفريق، خصوصا أنه اليوم بدا الميركاتو. برشا كلام على ملاعبية، برشا كلام على عودة مراد العقبة، باش ناخذوا الصحيح الكل والتفاصيل من عند مراسلنا في القيروان عبد المجيد الجبيلي. مجد، أهلا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك سام، تحيه ليك ولكل الساده المستمعين. بالفعل فريق الشبيبه الموجود في المرتبه الاخيره بنقطه وحيده، نقطه كان خذاها من مباراه مع الاولمبي البيجي، ما عدا ذلك كل المباريات يعني 7 مباريات وكلها هزيئه، الشيء اللي خلى مراد العقبي يرمي المنديل في الجوله الخامسه ويخرج. ثم تبقى فريق الشبيبه، ولو اني يعني برشا الاحباء كل هنا اجمعوا، وانه اليوم ما فماش حديث لا لون احمر لا فريق الشبيبه دخل منطقه الخطر، لا لون احمر لا الازرق لا حتى لون. بطبيعه الحال فريق الشبيبه الوضعيه هذه نتاعو الكارثيه صحه العباره تعتبر ربما سابقه في تاريخ الجمعيه، باعتبار وانه النتائج هذه نتائج ما سبقش الفريق ما حققهاش منذ تقريبا اكثر من 30 سنه تقريبا. على كل الايام تجري والوقت يجري والضغط يكثر، سواء خاصه على مسؤولي الشباب وتحديدا على هيئه تصريف الاعمال اللي قود فيها الاستاذ مراد القتاح. بطبيعه الحال اولى الاخبار اللي رسميه اللي ناكدها لك وانه اتفاق رسمي يقضي بعوده مدرب السابق ومراد العقبي لتدريب الفريق، وانا في الطريق ان شاء الله بعد لحظات نوصل للملعب قد يكون مراد العقبي يقوم يشرف على الحصه التدريبيه. مجد في النقطه مجيد قبل ما نمشي للانتدابات، في النقطه نتاع مراد العقبي تقريبا انت تتابع اكثر مني وفي الشباب وتعرف اكثر مني. الجمعه اللي فاتت الكل نسمعوا مراد العقبي جاء هاو ما جاش هاو مشى هاو اتفقوا معاه هاو ما اتفقوش، شنو صاير بالضبط؟ علاش هذا الكل؟ بالطبع انت تعرف اللي مراد العقبي علاش خرج، وكان صرح حتى على موجات اكسبريس افان وقالوا انه الظروف وخاصه الزاد البشري الموجود على ذمته في الفريق يعني ما هوش بتاع رابطه اولى الامانه، وهذا كل الناس كل اجمعوا عليه وعرفوه. ذاك علاش خرج، وقالوا انه حتى من جملة ما قال اطلب من هيئة تصريف أعمال باش يقوموا بالانتدابات، وقال لهم لو تجيبوا الانتدابات واعطاهم تقريبا يجي 6 ولا 7 من لاعبية حتى بالاسماء، قال لهم تو هما خاطر كلموه على اساس باش يرجع لتدريب الفريق، قال لهم جيبوا اللاعبية هذوما تتلقوني قبلهم انا موجود في الملعب. وهذا هو حصل لما حالة تعرف اللي مراد بعد خروج مراد العقبي واصراره باش ما عادش يرجع للفريق خلى مراد القتاح يتصل بعديد المدربين خاصه منهم شكري الخطوي اللي المفاوضات والاتفاق النهائي الرسمي معناتها تعثر في اللحظات الاخيره صحت العباره بسبب ليفكتيف كيف نفس المشكل ذا اللي حتى مع شكري الخطوي ولا صحيح شكر خطي لظروف ماديه ما تفهموش الفلوس ربما تسبق على حسب مع تصريح الرئيس الهيئه التسييريه ومراد القتاح، قالوا انه شكر خطوي يطلب معناتها مبلغ مالي بال3 شيكات من هنا يعني من هنا لنهايه الموسم. يعني هذه التصريح نتاعو بطبيعه الحال الشيء ربما بعد الهيئه المديره والاحباء وهنا حتى بعض الرؤساء القدامى خير الرجوع للمدرب مراد العقبي واقناعه، وذاك ما تم فعلا تم اقناعه والمراد العقبي رسميا على راس فريق الشبيبه. نرجع للانتدابات سام، بالنسبه للفريق بطبيعه الحال اولى الانتدابات مع ماهر الحداد اللي امضى رسميا لفايت الشبيبه لنهايه الموسم، الثاني الانتدابات هو زياد الزيادي رسميا زاد رسمي نعم، والانتداب الثالث ومنذ حين مازال كيصحح لاعب مالي موسى دياكيتي لاعب المنتخب المالي للاواسط يمضي رسميا لفايت الشبيبه. هذو 3 انتدابات في انتظار بطبيعه الحال دفعه فما وانا خليني نقول لك يعني فيلق من لاعبيه فيلق باعتبار نعم فيلق تقريبا يجي 4 ملاعبيه 5 ملاعبيه كلهم فما كلام على مجد فما كلام على بلال الخفيفي
او مش نحكيك على بلال الخفيفي. بلال الخفيفي الامانه تعرف نقولها بكل صراحه، وانه بلال الخفيفي تم الاتفاق معاه بصفه رسميه، يعني حتى في الامور الماديه تم الاتفاق معاه. غير انه بطبيعه الحال الكلام ديما يبقى المسؤوليه الشبيبه، وانه بلال الخفيفي في اخر لحظه طلب يعني مبلغ مالي مضاعف للي كان للي طلبوا المره الاولى. بطبيعه الحال المبلغ المالي هذه ما تنجمش توفره في ما نجمش يوفره فريق الشبيبه، هذاك علاش تم صرف النظر عليه بلال الخفيفي في اخر لحظه بعد ما تم الاتفاق معه. قلت الثلاثه انتدابات رسميه تو اسلام بالنسبه لفريق الشبيبه، زوز يعني مفاوضات تعثرت مع هلال الشباب بخصوص شكيب الدرويش والاشرف اشرف الزواغي، ولا شكيب الدرويش واشرف الزواغي من هلال الشباب تعثرت المفاوضات معاه. ثم زوز ملاعبيه ايضا فريق زوز ملاعبيه تابعين لفريق النادي الرياضي الصفاق فيه، كاميرا ربما يوصل في الساعات القليله القادمه لفريق للقيروان، كذلك ثم بطبيعه الحال الملاعبيه ذوما الاسماء ذوما اسلام اقول على مسؤوليتي، وانهم سكوبيات ما زالوا جد ما زالوا معناتها المفاوضات في الامطار الاخيره. ايضا شكون الاسماء هذوما اللي في الامطار الاخيره؟ قلت لك كاميرا هذه من لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، اللاعب الاجنبي، ثم فراس مقني هذا يلعب مدافع في فريق اتحاد بن قردان، ربما مشي يفسخ العقد نتاعو مع اتحاد بن قردان ومشي يتحول للفريق الشبيبه. اكثر الحديث ايضا على الحارس علي القلعي بطبيعه الحال اللي ربما حب يرجع، وثم رغبه بين الجانبين لاعاده التجربه. قد يكون علي القلعي مع الشبيبه لنهايه الموسم بطبيعه الحال، هذا مرتبط اساسا اذا كان تم الاتفاق معاه سيتم الاستغناء على نديم ثابت الحارس الثاني له بدوره يحب يرغب في فسخ عقده مع فريق الشبيبه على غرار بقيه زملائه وهاني جايين اللي الملاعبيه اللي فسخوا الكونترا نتاعهم. بطبيعه الحال هذوما الملاعبيه اللي ثم حديث ايضا على امجد عامر اللي كان فسخ عقده مع في فريقه السعودي وقد يكون ربما الاتصال به. ايضا فماش مفاوضات على عكس ما يتردد مع ايمن الحارثي وحمزه جلاسي من لاعبيه النادي الرياضي الصفاقسي، باعتباره النادي الصفاقسي ماهوش مش يفرط في الملاعبيه ذوما. نرجع للملاعبيه اللي تم فسخ عقدهم بصفه رسميه من فريق الشباب واللي تم انتدابهم هذا الموسم، قلت سليم القاسمي ووديع الحاج فرج ورمي الطاهري هذوما فسخوا عقودهم مع فريق الشبيبه وعلى ما اظن انضموا لفريق المستقبل جابس. ايضا من هنا الغدوه مش يتم فسخ زوز عقود اخرين، زوز ملاعبيه ما قدموش الاضافه بطبيعه الحال، كل ملاعبيه هذوما بعنوان لم يقدموا الاضافه المطلوبه للفريق، هو بسام الدالي ورامز العويني، هذوما زوز ملاعبيه مش يفسخوا لهم الكونتراتات نتاعهم ربما من هنا الغدوه تقريبا. هذا هو اخر تقريبا اخر فقط مجد شكيب الدرويش واشرف الزويغه علاش ما اتفقوش؟ فلوس كيف كيفه؟ الفريق نتاعهم رفض التفريط فيه. رغم اني ماهمش يلعبوا معنا قاعدين. رغم اني قلت لك ماهمش يلعبوا قاعدين، انا المعلومات اللي عندي تقول هيئه الشابه فتحت الباب لمغادره كل الملاعبيه في شكل بخي، معناها ينجم يكون هذا الاشكال. لا ما نتصورش ربما، خاطر انا المعلومه خذيتها من بعض مسؤولي الشبيبه بطبيعه الحال، وانه قالوا فما زاد حتى رب اسلام انه فريق او حتى الجماهير البعض هلال الشابه يقول لك ربطوا بحادثه صعود الشبيبه اللي ربما يشوفوها ذات مكان فريقهم هلال الشابي والرابطه الاولى، هذاك علاش ربما ثم حساسيه من اللاعبين من الجهه هذه. على كل هذا هو تقريبا اسلام اخر الانتدابات، وثم ربما معلومه اخرى، لاعبي اخر كان بعثه المدرب خميس العبيدي من كوت ديفوار وقال لهم معناتها لاعبي ممتاز جدا هو في كمدافع قائد الفريق نتاعو، يوصل ممكن ربما من هنا تقريبا نهارين اخرين يوصل من فريق سان بيدرو الاستدعاء نتاعو، يوصل نهارين اخرين يوصل لتونس. هذا مدافع حكى عليه برشا خميس العبيدي، قال مدافع ممتاز جدا باش يقدم الاضافه كبيره لخط دفاع الشبيبه من فريق سان بيدرو. معناها باهي السبعه ملاعبيه اللي يحكى عليهم مراد العقبي من بينهم اللي سميتهم هذوما الملاعبيه اللي حكوا معاهم ولا لا؟ لا لا هذا خاطي. هذا الملاعب هذا لا لا مش لا لا مش مش الملاعب، الملاعب اللي سميتهم الكل معناها هما يطلبهم مراد العقبي بالاسم ولا لا؟ لا لا ما همش الكل ما همش الكل يعني. عندك فكره شكون طلب مراد العقبي؟ ما عنديش فكره كبيره عن المحاله السبعه ملاعبيه اللي كان
طلبهم مدرب المرض اغلبهم اللي سميتهم لمحاله بما فيهم بطبيعه الحال بقطع نظر على زوز ملاعبيه سواء كان تاع هلال الشابه ولا حتى الملاعبيه اللي جاي من الكوت ديفوار اللي كان بعثه المدرب خميس العبيدي. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك عبد المجيد جبيلي على كل التفاصيل اللي مديتنا بها. تقريبا ما خليت شيء، كل شيء مديته لنا بخصوص الملاعبين اللي قاعدة تحكي معاهم الشباب القيرواني، أيضا بخصوص مراد العقبي مدرب شباب لخص أهم ما قلته. مراد العقبي كان صحح رسميا مع الفريق، يمكن اليوم يبدا المهام نتاعه، أيضا اتفاق رسمي مع الملاعبيه ماهر الحداد كيف كيف، أيضا زياد الزيادي باش يكونوا في الشباب القيروانية في الساعات القادمة. وليد برحوم يجيكم توت سويت في فلاش بوس، وبعد مكملين في فير بلاي حتى لما 3:30.